نعم، هو للتصحيح يعني بلغت الأرقام المتقدمين 590 ألف تحديدا، 590 ألف سيادة اللواء؟ أي نعم، وجرى استبعاد ما يقارب 150 ألف لعدم انطباق الشروط والقضايا المطلوبة، ويعني البقية راح يتم يعني تبدأ قرعة في كل محافظة وفي كل مؤسسة هم مقدمين عليها. نعم، والقرعة تكون يعني يدوية وأمام الجمهور وأمام وسائل الإعلام وبشكل علني.